تعتبر سفينة سيدنا نوح من أضخم السفن في التاريخ، إن لم تكن هي الأضخم على الإطلاق. ونعلم جميعا أنها بنيت بأمر إلهي كي ينجو بها سيدنا نوح والذين آمنوا معه من الطوفان الذي أنزله الله تعالى عذابا للكافرين. لكننا عندما نسمع عن هذه السفينة العملاقة نتساءل كيف بناها سيدنا نوح بهذا الحجم الضخم، وكم استغرق من الوقت كي ينجز هذه المهمة الصعبة. قال المفسرون أن الله تعالى قبل أن تبنى السفينة قد أمر سيدنا نوح بزراعة شجرة كي تمده بالأخشاب التي سيحتاجها لإنجاز المهمة، وبالفعل فقد قام سيدنا نوح بزراعة شجرة ثم انتظر 100 سنة حتى نمت وكبرت وأصبحت بالحجم الذي سيأخذ منه الأخشاب القوية، ثم بدأ بقطع الأخشاب وتجهيزها وتركيب السفينة. استغرق ذلك 100 سنة أخرى، أي أن زراعة الشجرة وصناعة السفينة استغرق 200 عام. أما بالنسبة لحجمها فقد بلغ طولها حوالي 80 ذراعا، والعرض فقد بلغ حوالي 50 ذراعا. أشارت بعض الدراسات التاريخية أن الجبل الذي يعرف بجبل السفينة هي بالفعل سفينة نوح عليه السلام، مستندين إلى بعض الحقائق الجيولوجية والتاريخية. وبجانب جبل السفينة توجد صخرة كبيرة تشكلت على هيئة رأس إنسان، يقال إنها لولد نوح الذي رفض الركوب في السفينة فغرق ضمن من غرقوا في الطوفان. هذا بالإضافة إلى ما يرويه أبناء قبيلة نهم، وبالذات في منطقة الوقشة التي تقع في أعالي جبال نهم، أن قبر نبي الله نوح يوجد في منطقة الوقشة، حيث يصل طول القبر إلى 6 أمتار تقريبا. وقد زارت القبر عدد من البعثات والفرق المعنية بهذا المجال، وكان أشهرها البعثة الباكستانية التي غافلت أبناء المنطقة وعمدت إلى حفريات في جدار المسجد وسرقت مستندات ومخطوطات لم يكن لدى المواطنين علم بمكان وجودها، وهي على الأرجح ما كان سوف يؤكد صدق الروايات من عدمه. أيضا اشتهرت نهم بوجود العديد من المعادن المختلفة، منها الذهب والذي يستخرج من منجم الرضراض الواقع في جبل صلب بحريب نهم. تعود تسمية نهم نسبة إلى نهم بن ربيعة ابن مالك ابن معاوية ابن مصعب ابن دومان ابن بكيل ابن يشم ابن خيران ابن نوف ابن همدان ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن نبي الله.